الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد كل إنسان في هذه المعمورة كل ضارب في هذا العالم كل فرد من أفراد الأمم عنده مفخرة عنده ما يفتخر به عنده ما يسعى به ما يعمل الحج نحن ضربة مدرسة حريمة السعدية هي مدرسة أصلها ثابت وفرعها في السماء أخرجت جيلا يحمل كتاب ربنا حجة وعملا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويبارك مدرستنا ومن فيها من المدرسة والتلاميذ وكل من ساهمها في تزويرها مدرسة حليمة السعدية هي مدرسة يدرس فيها مواد مختلفة منها القرآن الكريم وتجويد التوحيد الفقه السيرة النبوية والحسن المسلم فمرحبا بكم أيها الضيوف الكرام مرحبا بمجموعة من التلاميذ دارسون بينهم المواد المدروسة في المدرسة عن طريق أسئلة وأجوبة والآن إليكم عرض البرنامج. الحمد لله رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسكن له الجنة دار البقاء ونزل القرآن لما في الصدور شفاء وأضاء به قلوب عباده الأتقياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخرها ليوم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أو ذرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله مبعوثا إلينا دعانا إلى الإسلام وجلبنا عن عبادة الأصنام فصلوات الله وسلامه عليه ما هطت الأمطار وجرت الأنهار وعلى آله وصحبه لا سيما أبا بكر صاحب الغار وعمر فاتح الأمصار وعثمان شهيد الدار وعلي قامع الأشرار والمغادرين والأنصار والتابعين الأبرار إهدى لكم تحية مباركة من عند الله تحية لو رفعت إلى السماء لكانت قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مدجه إلى الماء البحر لجعل منحا أجاجا عذبا فراتا وسلسبيلا ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمرحبا بكم أيها الضيوف الكرام ضيفا ضيفا ونقول لكم نزلتم أهلا وضحتم سهلا فضحتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.